شغل البيت في رمضان. علشان ما تتعبيش من شغل البيت في رمضان، قسميه على مدار اليوم واستغلي وقتك كويس. يعني مثلا اول ما تقومي الصبح روقي السراير وشيلي كل حاجه مكانها وهوي غرف النوم. ما تكوميش الغسيل عليكي، وكل يوم الصبح او يوم ويوم مثلا حطي فوم الغسيل اول ما تصحي علشان تلحقي تنشريه قبل الفطار، علشان بعد الفطار الوقت بيكون ضيق جدا. خلي ادوات تنظيف الحمام موجوده فيه علشان تقدري تنظفيه باستمرار. لو قاعده بتتفرجي على التلفزيون مثلا، ممكن تجهزي الخضار بتاعك او تكوي علشان تستغلي الوقت بتاعك. خلي تلاجتك متروقه اول باول، وما تسيبيش فيها اي حاجه انت مش محتاجاها. نصايح ست البيت لكل ست بيت.